عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، صباح الكل، يا صباح كل حال وغالي. من على مشارف وادي جديد ها نحن نواصل وإياكم التغطية الإخبارية اليومية للمشروع الخيري، للمشروع الذاتي الذي يقدم فيها الأطفال والكبار والصغار. نقول جزاهم الله خير، هؤلاء الناس الذين حوالينا فرحانين، عبروا عن شعورهم وقالوا بارك الله في أصحاب وصاب، وقالوا بارك الله للمساهمين، وقالوا بارك الله للمسددين. هذا عمل خيري، هذا عمل وطني، وخاصة لجسر وادي زبيد. كم يا أسر راحت، كم يا سيارات راحت، كم يا بوابير راحت، كم يا مواشي من الأغنام وما إلى ذلك راحت. إن شاء الله موفقين يا أبناء وصاب، جزاكم الله خير يا أبناء وصاب. تحياتنا لكم من هذا المكان، تحياتنا لكم. نقول بارك الله للمساهمين. سلام الله عليكم. محمد عبد الله جحانة، الجمهورية اليمنية، من حرى ضفاف وادي زبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، يا صباح الأنوار، يا صباح القلابات، يا صباح الشيولات. من هنا يعرفوا البشكرش إلى مكان التراب، من هنا يبدأ الشيول يعرف أهو. هنا بيت المطوفة، البابور هناك يقلب اهو، الحلبان هناك يقلب الخرسان، علشان الاسود قادم، الاسفلت ان شاء الله قادم. ايها السيدات والسادة، هنا الجمهورية اليمنية، وهنا وادي زبيد، وهنا العمل، وهنا المشاريع التنموية، هنا المشاريع الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من طريق الحياة، طريق وادي زبيد، خميس مطلق، اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر. يقوم الدركتر الآن بالتقدم باتجاه جسر وادي زبيد في هذه المنطقة، ونحن على مقربة من قرية المائدة، وهذه المنطقة بحاجة إلى خط حوالي مترين ونصف إلى 3 متر لتخفيف الميول ما بعد هذه المنطقة. والزكلين يعمل في تحت قرية الحبالي، والدركتر الثاني يعمل عند سائلة عنه بالقطع والتوسعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.